مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الضربات الأمريكية للحرس الثوري والميليشيات التابعة له في كل من العراق وسوريا ودلالات تأجيل أمريكا لحملتها الجوية، معنا من إسطنبول عبر سكايب الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد، مساء الخير. أهلا بكم، وعبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بكم أستاذ مصطفى. حياكم الله وضيفكم الكريم ومشاهديكم الأعزاء. أهلا بكم. نبدأ مع سيادة العقيد أحمد حمادة، لماذا أجلت الولايات المتحدة الأمريكية حملتها الجوية لمدة معينة فأعطت فرصة للميليشيات للهرب مع أسلحتها؟ كيف نقرأ التأجيل وإرسال هذه الرسائل التي وصلت إليهم؟ السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. الضربات ضد المواقع الأمريكية في سوريا والعراق بلغت بحدود 180 ضربة على قاعدة الحرير، قاعدة عين الأسد، سراب الجير، على الكونيكو، على العمر، على الشدادة، على التنف، على مناطق أخرى. ولكن الضربة الأخيرة التي جاءت على منطقة البلوك 22 والذي يتواجد فيه بحدود 350 جندي أمريكي وقتل بحدود 3 وجرح 8 جراحهم خطيرة وهناك 40 إصابة أخرى، يعني حملت إدارة بايدن هذا الضعف وهذا التهاون مع إيران خاصة من قبل الجمهوريين الذين طالبوا بقصف طهران وبقصف المسبب وليس بقصف أداة الجريمة. يعني عندما يتم قصف بعض الميليشيات ويقتل بعض الحراس من فاطميون وزينبيون، هل تأبه إيران لهذا القتل، لهؤلاء القتلى أو لهذه الضربات؟ إذا كانت هناك خسائر في الذخيرة فسيتم تعويضها، إذا كان خسائر في هذه الميليشيات المرتزقة فإن إيران قادرة على تعويضها. أما القادة الحقيقيين الذين يقفون وراء كل الضربات ووراء كل العبث في العراق وسوريا واليمن ولبنان وباقي المناطق في هذه المنطقة فهم قابعون في قم وفي الحرس الثوري وكذلك فيلق القدس وغيره من هذه القيادات. أما بالنسبة للتأخير فأتوقع بأن إدارة الرئيس بايدن حتى يعني ضج المجتمع الأمريكي وكذلك القادة السياسيين من أجل الضربات يعني حتى تم التنفيذ هذا التأخير 5 أيام مكن الميليشيات الإيرانية في العراق وفي سوريا من إخلاء مواقعها، توزيع الأسلحة الحديثة والقيمة ذات القيمة العالية وكذلك اختفاء القادة الرئيسيين لكل هذه الميليشيات. وهناك بعض المعلومات في منطقة الميادين تم الإعاز لكل هذه الميليشيات أن يبقوا في بيوتهم وأن لا يخرجوا ويتركوا الحد الأدنى من المناوبة بعد أن تم يعني توزيعهم. كذلك الولايات المتحدة لم تكتفي بذلك بل قامت بإخبار العراق بموعد الضربات، وربما العراق بالطبع أخبر إيران وأخبر النظام وأخبر الجميع. لذلك هذه الضربات تأتي عبارة عن بروبوغندا إعلامية وسياسية رغم أن الضربات أثرت وتؤثر على الميليشيات الإيرانية ولكن لن ترغم هذه الميليشيات على تغيير سلوكها. طيب أستاذ مصطفى، من هذه النقطة الولايات المتحدة تقول أنها أبلغت الحكومة كما ذكر سيادة العقيد بأماكن القصف والحكومة تنفي، يعني من وجهة نظرك من نصدق؟ نصدق الولايات المتحدة بالتأكيد لأنها في وضع يعني لا تحتاج إلى أن تكذب فيه، في حين أن حكومة الميليشيات أو سلطة الميليشيات في العراق مطالبة بأن تعمل بطريقة مزدوجة، فهي من جهة تحاول إرضاء الولايات المتحدة التي تضمن وجودها بشكل أو بآخر، وهي من جهة أخرى مجبرة على إرضاء الميليشيات التي يعني تتشكل منها بالدرجة الأولى والأخيرة، يعني هذه السلطة. لذلك هذه السلطة تكذب على العراقيين وتكذب على العالم. هي نعم ربما تلقت معلومات من الولايات المتحدة
وحتى وإن لم تتلقى معلومات دقيقة من الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة لا يعنيها إبلاغ الجانب العراقي أو عدم إبلاغه، لأنها بموجب الاتفاقية الإطار الاستراتيجي وما تحمله من مفردات بإمكانها أن تتصرف كما ينبغي بما يحفظ أمن قواتها في العراق وفي غيره، يعني في جوار العراق. الآن بحكم قضية داعش، تنظيم داعش، أصبحت المناطق المجاورة للعراق أيضا مشمولة بهذا الأمر من خلال سلطة التحالف الدولي التي منحت لأعضاء هذا التحالف بضبط الأمن في المنطقة ككل. الولايات المتحدة غير معنية، سواء أبلغت العراق أو لم تبلغه، غير معنية بموافقة أي طرف، وإنما هي تتصرف بموجب ما تخوله لها غطرستها في العالم أولا وأخيرا. طيب سيادة العقيد، ميليشيات الحشد تتحدث عن مقتل 16 من عناصر الحشد وكذلك إصابة 36 آخرين داخل العراق جراء هذه الضربات الأمريكية. من الناحية العسكرية الميدانية، إلى أي مدى كانت هذه الضربات مؤثرة؟ طبعا التأثير من عدم التأثير لا يعني بمقتل الأفراد. جاءت هذه الضربات في الساعة 11 ليلا وبعد تأخير 5 أيام، وإيران وميليشياتها تدرك تماما بأن هناك ضربات قادمة لا محالة، لذلك خفضت المستوى المناوبات القتالية أو الحراسة في ووزعت كما قلنا العناصر على مناطق معينة. أما السؤال هل استطاعت بالفعل الميليشيات الإيرانية أن تنقل كل الأسلحة والزخائر التي هربتها من إيران عبر معابر السكك والقائم وغيرها إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان أو إلى باقي المناطق؟ بالطبع الولايات المتحدة لديها وسائط استطلاع عالية الدقة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والطائرات المأهولة وغيرها التي تقوم بعمليات الاستطلاع، وبالطبع أدركت وعرفت وصورت أين انتقلت الأسلحة وأين تحركت ميليشيات إيران في كل جهة. هذا يتوقف التأثير على استمرار الضربات الأمريكية أو استمرار العمل السياسي. الضربات العسكرية إذا لم تترافق مع جهد سياسي يؤطر التحرك الإيراني في المنطقة ويضع حدا له في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي باقي المناطق، فإن هذه الضربات لا تعني شيئا. أقول بأن إيران لديها الإمكانيات على استدراك واستعواض الخسائر البشرية وكذلك الخسائر المادية والأسلحة. الطريق مفتوح ما بين طهران وما بين الميليشيات في سوريا وفي العراق وفي لبنان وباقي المناطق، إذن ليست هي خسارة، عقوبات عبارة عن عقوبة. ولكن في ذات الإطار، ألا تعتقد سيادة العقيد أن الولايات المتحدة بعثت برسالة قوية، رسالة حرب إلى إيران وميليشياتها حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى مناوشاتهم سواء في العراق أو في سوريا؟ يعني هذه الرسالة أكثر من مرة قامت الولايات المتحدة، ضربت قاسم سليماني، إسرائيل ضربت سيد رضا، ضربت عدد من المستشارين قادة في الأمن المسؤولين عن المخابرات في سوريا، ولكن إيران لديها استراتيجية معينة، لديها فكرة على أنها تريد أن تبني جيشا في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي باقي المناطق وتمتد إلى دول الإقليم. رأينا كيف أن أصبحت الحدود الأردنية السورية من جراء تمركز القوات الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية والميليشيات المدعومة من إيران على الحدود السورية الأردنية. إذن هذا لا يهم، الذي يهم هو أن تجبر الولايات المتحدة والعالم أن تعيد إيران من منطق الانفلات إلى منطق الدولة داخل حدودها وتمنع هذه الخروج. إيران بالأمس تنصت من كل هذه الأعمال التي قامت بها كتائب حزب الله وسيد الشهداء وفاطميون وزينبيون والنجباء. فهل هذه الميليشيات مدعومة من المريخ أم من طهران وقم التي تتبنى وتحت أنظار أمريكا هل عرفت للتو اللحظة أنها إيران هي من ترعى هذه الميليشيات؟ طيب أستاذ مصطفى، جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول أن الضربات العسكرية في طور التقييم
وكانت ناجحة وستستمر. إذا كانت فعلا أمريكا تريد إنهاء مصادر التهديد، لماذا تخبر الحكومة في العراق عنها وعن مراكزها؟ حقيقة هذه يعني مسرحية، مسألة إبلاغ السلطات في بغداد تحديدا يعني مسرحية أمريكية لا يعتقد أنها صحيحة ولا يمكن أن يعني نقبل بها، وكأن الولايات المتحدة تريد استئذان الجانب العراقي. هذه يعني توزيع أدوار. المهم في القضية أن العمليات التي ينبغي أن تستمر يجب أن تطال المراكز الأساسية وليس لهذه الميليشيات. طيب. وليس مقرات متقدمة على الحدود لا تعني شيئا في الميزان العسكري، لا هي تهدد الولايات المتحدة بشيء ولا هي تضم قادة. الخطر الحقيقي الذي يتهدد الولايات المتحدة هو في الحقيقة في سلطة الميليشيات في بغداد وفي الجهات الداعمة لها، ومراكز هذه الميليشيات معروفة. لا داعي لمثل هذه الألاعيب السياسية، ومسألة التقييم مسألة ضرورية طبعا، لكن المهم في هذا الموضوع أن كل المعلومات تشير إلى أن إيران بالذات بدأت منذ عدة أيام، بعد خصوصا بعد اشتداد الهجمات الصهيونية على قادتها في أو ضباطها في داخل الأراضي السورية، بدأت بسحبهم، وهي تحاول الآن تعويض وجودهم من خلال وجود العناصر الميليشياوية وتحديدا الأفغانية والباكستانية. وهذا يعني أنها مستعدة لأن تضحي بجميع من تسميهم أنصارها الشيعة، سواء في العراق أو باكستان أو أفغانستان أو في الميليشيات السورية أيضا التي ستعوض بعض وجود الحرس الثوري في داخل الأراضي السورية. أستاذ مصطفى سريعا، عفوا، الحكومة في العراق ماذا ستفعل بخصوص التحالف الدولي المتمركز في العراق، وكيف تقرؤون موقف الميليشيات التي باتت تحمل الحكومة مسؤولية الرد حاليا؟ يعني التحالف الدولي بشكله الحالي أو بأي شكل آخر باق في العراق بناء على التقديرات الولايات المتحدة وليس بناء على رغبات هذه الميليشيا أو تلك. كل هذه الميليشيات عندما تطالب علنا برحيل القوات الأمريكية، فإن المسؤولين العراقيين بين في الحقيقة يقومون بطلب من الولايات المتحدة بالبقاء في هذه في الأراضي العراقية، في القواعد الأمريكية داخل الأراضي العراقية. وبالتالي والولايات المتحدة فضحت هذا الأمر، ويعني الآن يجري الحديث عن إعادة تسمية وليس عن انسحاب للقوات الأمريكية. هذه مسرحيات متفق عليها دعائيا وليس لها مكان في الحقيقة. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا لكم على المداخلة. ونشكر أيضا من إسطنبول عبر سكايب الباحث الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا على وجودكم معنا.